أحسن الله إليكم. يقول إذا سلم الإمام واتجه إلى الناس وقرأ الأذكار، هل يدعو وهو على حاله متوجه إلى الناس أم يتوجه إلى القبلة؟ أولا قول السائل قرأ الأذكار، نعم يعني فيه ملاحظة، نعم، لأن بعض المبتدعة يقرأ أذكارا ويرددها الحاضرون جماعية هذا بدعة، ولكن الإمام والمأمومون كل يذكر الله في نفسه لنفسه بدون أن يرتبط مع الآخرين وأن يكونوا ذكرا جماعيا يرددونه، هذا بدعة. فالإمام يذكر الله لنفسه والمأمومون كل يذكر الله لنفسه بما ورد من الأذكار بعد الصلوات مثل التهليل والتحميد وتسبيح تكبير غير ذلك مما ورد. وأما الاجتماع على ذكر بصوت واحد فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والدعاء بعد الصلاة أيضا مشروع وحري بالإجابة، الدعاء في بعد الصلاة وفي دبر الصلاة مشروع وحري بالإجابة، فعلى المسلم أنه يدعو بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة، ولكن لا يرفع يديه وإنما يدعو بدون رفع يدين في بعد الفريضة. أما بعد النافلة فلا بأس أن يرفع يديه في الدعاء ولا يتوجه إلى القبلة، الإمام لا يتوجه إلى القبلة بل يدعو وهو مستقبل للمأمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.